رغم ظروفه الصعبة يظل العراق منتجا للمواهب الفتية، وهنا إحدى هذه المواهب الطفل عباس مظفر داود الذي يقطن في الحي العصري بمدينة الكوت في محافظة واسط. خرج لأهل حيه بابتكار قد يغير من شكل الحي كما يقول أصدقائه. ابتكار عباس ببساطة هو حاوية نفايات ذكية تحتوي على كاميرا وسماعة صوت، وتثني الحاوية هذه على من يرمي النفايات داخلها. شكراً للذوق الجميل. شكراً للذوق الجميل. أما في حالة رمي النفايات خارج الحاوية فأنت معرض للانتقاد. كن نظيفاً وارمي النفايات داخل الحاوية. ابتكار عباس كان مصدراً للفخر من قبل جيرانه وأقربائه، إذ عبر عدد منهم عن سعادته بالفكرة وشجعوا على انتشارها في المستقبل وإشاعة ثقافة الحفاظ على النظافة العامة. أكيد إحنا نعاني من هاي المشكلة اللي هي النفايات الموجودة بالشارع. أكيد هذا الاختراع اللي به فكرة حلوة، اللي هو يشكر اللي يرمي النفايات داخل الحاوية وينتقد اللي يرمي النفايات خارجها. أكيد هذا الشيء راح يقلل وينبه لأكثر الناس حتى ترمي هذه النفايات داخل هذه الحاوية. ابتكار الطفل عباس واحد من عشرات إن لم تكن مئات الابتكارات والاكتشافات التي لم ترى النور في عراق ما بعد 2003، فسياسات الحكومات المتعاقبة ساهمت بقوة في هجرة الكفاءات العلمية خارج البلاد وإهمال وتهميش من هو موجود بالفعل، والقائمة تطول.